استقبل محافظ مطروح خالد شعيب ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين حازم فهمي سفراء دول أمريكا اللاتينية خلال زيارة مدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار جهود وزارة الخارجية للترويج للقدرات المصرية في مختلف المجالات. واستعرض محافظ مطروح خلال زيارة مخطط تشييد مدينة العلمين الجديدة وتقديمها للعلم كمدينة حديثة ذكية بما تشمله من إمكانات، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى في نطاق المحافظة في مختلف المجالات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في الاستثمارات. من جانبها أكد السفير حازم فهمي اهتمام وزارة الخارجية بإطلاع سفراء العالم على المشروعات الكبرى التي تتم على أرض مصر، وذلك في إطار بناء الجمهورية الجديدة. كان اللقاء مثمر جدا مع سفراء دول أمريكا اللاتينية في مصر، ثم تجولنا داخل مدينة العلمين الجديدة في رحلة شافوا المدينة من فوق الأبراج ومنبهرين جدا بما شاهدوه، وكان لهم تعليقات جميله جدا جدا جعلتني انا كمصري افتخر ببلدي قدام كل هذه الدول اللي كانت موجوده النهارده او السفراء الدول الموجودين. تمنياتي يعني ان شاء الله يعني ان تتكرر مثل هذه الزيارات لينا، لان مطروح الحمد لله هي فعلا اصبحت قاطره وجاذبه للاستثمار بكل انواعه. نحن في زياره خاصه لمدينه العلمين في اطار جهود وزاره الخارجيه للترويج لجهود الدوله المصريه في بناء الجمهوريه الجديده. معنا كافه سفراء دول امريكا اللاتينيه بالقاهره، وهم هنا في اطار ان هم المعرفه بالجهود والانجازات اللي بتقوم الدوله المصريه في تطوير الساحل الشمالي ومرسى مطروح بصفه خاصه ومدينه العلمين بصفه استثنائيه. هم انبهروا جدا بكل اللي شافوه، وطبعا التنوع الثقافي والعلمي والصناعي والسياحي العناصر المتكامله الموجوده في مدينه العلمين، وبيتطلعوا ان هم يعملوا اتفاقيات علميه مع الجامعات المرموقه اللي زاروها هنا زي الاكاديميه البحريه وجامعه العلمين الجديده.